الأهلي الإماراتي يواجه ضيفه نفط طهران الإيراني في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. الكويت الكويتي يحل ضيفا على كيتشي من هونغ كونغ في إياب الدور ربع نهائي من كأس الاتحاد الآسيوي. إدارة المغرب التطواني تنفي خبر محاولة رشوة الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.